قناة صقور الجو العربية الوثائقية تقدم لكم. بعد انتهاء عملية تحدي الاسم الرمزي لملحمة كارداماند، وهي أجرأ وأصعب عملية إنزال بواسطة السمتيات، حيث تم الإنزال الرأسي المباشر على قطاعات العدو في قمة جبل كارداماند يوم 28 من شهر تموز من عام 1983، بعد فشل القطاعات الأرضية في استعادة القمة المشرفة على محور جومان كلالة حاج عمران بسبب وعورة المنطقة، وسيأتي الحديث عن العملية في وقت لاحق قريبا. تابعونا على قناتكم صقور الجو العربية. عدت إلى مقر السرب 106، وهذا سرب المروحيات بي او في التاج يوم 30 من تموز، مع إبقاء مفرزة من طائرتين في مطار كي 1 في كركوك، وذلك للقيام بالواجبات التي قد تكلف بها في قاطع الفيلق الأول شمال العراق. قام العدو بالتعرض على قواتنا في قاطع اللواء 417 في بدرة وجصان، حيث تمكن من محاصرة الفوج الأول لهذا اللواء في منطقة مخفر الجبل. وصمد الفوج ببطولة لا نظير لها في مواضعه، رافضا الاستسلام للعدو رغم انقطاع جميع المسالك مع قطعاتنا. شاركت مفرزة من السرب 106 والمتواجدة في معسكر المنصورية التابع للفيلق الثاني مع بقية مفارز الأسراب للطائرات السمتية غزال ومي 25 ومي 8 في تقديم الإسناد لقطعات هذا الفيلق ولحين احتواء الهجوم، لينصب اهتمام القيادة بفك الحصار عن الفوج البطل الصامد في مواضعه رافضا نداءات العدو له بالاستسلام، حيث قامت قواتنا بالتعرض على قطعات العدو لفك الحصار دون جدوى نظرا لوعورة المنطقة. صدرت الأوامر لإدامة تموين الفوج المحاصر بالعتاد والمؤن لتعزيز صموده لحين التمكن من تأمين المسالك للوصول إليه بغية سحبه إلى المناطق الآمنة. قامت وحدة الإدامة الجوية للقوات الخاصة بالتعاون مع القوة الجوية بتنفيذ طلعة بطائرة إليوشين 76 لإلقاء مواد الإدامة على الفوج المحاصر بواسطة المظلات ليلا وحسب السياقات المتبعة. وبعد تنفيذ الواجب وردت أخبار من الفوج المحاصر بأن الرياح قد أبعدت المظلة وسقطت مواد التموين خارج الفوج. أصرت القيادة العامة للقوات المسلحة على إدامة تموين الفوج المحاصر، وقد اقترح مدير حركات طيران الجيش العميد الطيار محمد عبد الله الشهواني بأن ينفذ الواجب بواسطة طائرة مي 8 لنقل الحمولة، ترافقها طائرة بي او 105 من السرب 106 تكون في المقدمة كونها مجهزة بأجهزة ملاحية متطورة، حينها تتمكن من بلوغ الهدف بدقة على أن يتم تنفيذ الواجب ليلا بعد إخبار الفوج المحاصر بوقت التنفيذ كي يكون مستعدا لاستلام الحمولة. وفعلا نفذ الواجب من قبل الطيارين ألف وراء على طائرة بي او 105 وطيارين آخرين على طائرة مي 8 على أن يتم إلقاء الحمولة بدون مظلة لتفادي انحرافها بتأثير الريح. تم بلوغ المنطقة المطلوبة رغم النيران الكثيفة من أسلحة مقاومة الطائرات للعدو والتي كانت ترمي عشوائيا باتجاه صوت الطائرات، حيث كانت مصابيحها الملاحية غير منارة لتجنب الكشف البصري من قبل العدو مما يشكل خطورة على التشكيل. وتم التنفيذ وألقيت الحمولة وعادت الطائرتين إلى بدرة بسلام، إلا أن الفوج نفى مرة ثانية وصول الحمولة. في اليوم التالي صدرت أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية بحجز الطيارين المنفذين لواجب إيصال الحمولة مع بعض ضباط القطعات الأرضية، أحدهم كان آمر لواء من الألوية التي حاولت دون جدوى فك الحصار عن الفوج المحاصر، بالإضافة إلى عدد من ضباط اللواء المكلف بالدفاع عن المنطقة حيث كان الفوج المحاصر ضمن قطعاته. في صباح ذلك اليوم فقدنا الشهيد النقيب الطيار سحاب سيد وادي، والذي أصيب إصابة مباشرة وسقطت طائرته بي او، وكان يقوم بالواجب منفردا دون طيار ثان. وصلني هذا الخبر صباح يوم الرابع من آب،
فقررت الذهاب إلى بدرة مصطحبا طائرة أخرى لتعويض طائرة الشهيد سحاب. وبعد التعرف على المشاكل التي حدثت وتقوية معنويات الطيارين المحتجزين، عدت إلى التاجي وتركت الطائرة الثانية لتعويض الطائرة المفقودة، علما أن المفرزة كانت بطائرتين، وبذلك لا داعي لتواجدي في بدرة، فلدي مفارز في كركوك والعمارة والبصرة تستدعي إدامتها. ذهبت إلى بدرة مع التعزيز، ووصلتها مع الضياء الأول ليوم السادس من آب. وبعد معركة شرسة لم تتمكن قطاعاتنا المهاجمة من الوصول إلى الفوج المحاصر. صدرت الأوامر بوجوب إيصال الإدامة إلى الفوج المحاصر بأي ثمن تعزيزا لصموده، فتقرر أن يكون التموين نهارا وبطائرة مئات، والقبول بالخسائر المحتملة والتي هي أكيدة. تم تحميل الطائرة بقيادة الملازم الأول الطيار البطل مصطفى عيسى الحديثي، وتوجه نحو الهدف بارتفاع عال لتفادي الأسلحة الأرضية المعادية الخفيفة والمتوسطة. وبكل إقدام وبطولة استمر برحلته، ونحن نراقب النيران الكثيفة التي فتحت عليه والانفلاقات من حوله، حيث أن المنطقة ليست بعيدة جدا. وعند وصوله الهدف دخل في الدوران الذاتي كي يتمكن من الهبوط رأسيا وسريعا على الهدف مباشرة، ثم ألقى الحمولة وعاد للتسلق الرأسي فوق الهدف، كونه منطقة آمنة تحت سيطرة الفوج المحاصر. ولحين الوصول إلى الارتفاع المقرر ليبدأ رحلة العودة التي لم يكملها، فقد أصيب إصابة مباشرة واشتعلت النيران بطائرته، مما أدى إلى استشهاده مع الطاقم المرافق له. وأخبرنا شاهد عيان من القطاعات الأرضية الأمامية بأن أحد أفراد الطاقم قد ألقى بنفسه من الطائرة ليسقط على الأرض شهيدا. رحم الله تعالى أبطال هذه الطلعة الاستشهادية. يوم الثامن من آب ومع الضياء الأول قمت بتنفيذ الطلعة الأولى وحسب السياقات اليومية المتبعة، وبتشكيل من طائرتين بي أو 105 من السرب 106، ومعي في الطائرة الثانية الطيار حاء، مع تشكيل آخر بطائرتي غزال بقيادة الطيار ميم، وعلى مسافة غير بعيدة تفصلنا عن بعضنا لغرض الاستطلاع ومواجهة أي أهداف قد تعترضنا. وعند طيراننا بسرعة قليلة وارتفاع واطئ، فتحت علينا النيران من مسافة قريبة مع سقوط رشقة من المدفعية قريبة جدا من طائرتي، مما أدى إلى سقوطها وارتطامها بالأرض بشدة، لكني لم أفقد السيطرة عليها ونجحت بالارتفاع بها عن الأرض مع تعطل منظومة الهيدروليك ومحور السيطرة على المروحة الخلفية وامتلاء المقصورة بالدخان. بالنسبة لفقدان السيطرة على المروحة الخلفية وتعطل منظومتي الهيدروليك، حيث أني حاولت تشغيل المنظومة الاحتياطية وكانت أيضا مصابة، فهذه الحالة الاضطرارية لطالما تدربت عليها ودربت عليها الطيارين عشرات المرات فلا خطورة منها. أثناء العودة طلبت من تشكيل الغزال مرافقتي ومراقبة طائرتي من الجهة الأخرى المخالفة لجهة طائرة التشكيل الثانية، وهنا أخبرني الطيار ميم بأن زلاقات النزول للطائرة، أو ما نسميه بلهجتنا سكادات، قد تأثرت نتيجة الارتطام الشديد بالأرض وأصبحت هابطة من جهة ومرتفعة من الجهة الأخرى، وهنا مكمن الخطورة، حيث لا يمكن النزول وملامسة الأرض بها كما في الحالات الاعتيادية بسبب الميلان الشديد وحتمية انقلابها، فما بالك وعطل المروحة الخلفية والتي توجب الهبوط بسرعة أمامية وعدم إمكانية التعلق واستخدام قوة عالية، لكون استخدامها يجعل الطائرة تدور بسرعة حول محورها العمودي وفقدان السيطرة عليها وحتمية تحطمها. طلبت من المسيطر الجوي الطيار راء في شقة نزول بدرة أن يهيئ لي صناديق عتاد فارغة يرصفها في طبقتين في الجهة اليسرى، وهي جهة ارتفاع الزلاقة. كانت هذه مهمة غاية في الصعوبة، لكن لا حل سوى بالمجازفة بعد أن أعلمته بالأضرار التي لحقت بالطائرة، كونه طيارا ويستطيع تفاهم الحالة التي أنا بها، وكان ممنوعا من الطيران لأسباب صحية، فساهم كمسيطر جوي في المعركة. أما مصير الفوج المحاصر فبعد فشل جميع محاولات الوصول إليه وفك الحصار عنه،
تقرر أن يقوم بالانسحاب من خلال المعركة، وتم ذلك بعد أن قدم خسائر جسيمة خلال الانسحاب ورفض الاستسلام للعدو، وعاد عدد قليل من منتسبي هذا الفوج البطل، واستشهد أكثرهم بموقف بطولي فاق الخيال. وخلال التحقيق مع الناجين من ضباط الفوج تبين أن جميع الحمولات المرسلة إليهم كانت تصلهم، لكنهم كانوا ينكرون استلامها أملا بالمزيد. وهذا ما دعا لعدم إعدام الطيارين وإحالتهم إلى التقاعد، ومن ثم إعادتهم إلى الخدمة. وبهذا انتهت معركة أخرى ومواقف متميزة لأبطال الفوج ومن قدم لهم الإسناد، وعاش أياما صعبة جدا قلقا على مصيرهم وتقديرا لصمودهم، وليكونوا مثالا يذكره الجميع أن القيادة لن تألوا جهدا في مد يد العون عند النداء. Come on, 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 come on